بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في هذه الفقرة غنشوفو لو فيرب اتر او بريزون، غنشوفو فعل اتر في الحاضر. إذا نقول لو فيرب اتر او بريزون دو لانديكاتيف. طبعا هناك أنواع من الحاضر، نحن هنا نتكلم عن لو بريزون دو لانديكاتيف. إذا نتكلم عن هاد الزمن من لانديكاتيف، من هاد لومود. لومود يعني تنتكلم على واحد النوع ديال الصرف. سبق لنا أن تحدثنا عن هاد لومود لكن لم نكملها، طبعا سنذكر بهذا فيما بعد، ثم نستأنف مع هاد لومود ثم مع بقية لطن. لو فيرب اتر او بريزون دو لانديكاتيف. إذن غنشوفو فعل اتر في البريزون. طبعا كما نعلم بأن لو فيرب اتر تعني تقريبا فعل كان، حتى أننا عندما نقول لاتر إيماه هذا اسم، هذا حتى عندما نقول لاتر إيماه يعني نتكلم عن الكائن، نتكلم عن الكائن البشري. لاتر إيماه لو فيرب اتر تعني تقريبا كان. في الصرف ديالو في البريزون نقول جو سوي بما يعني انا اكون الان. طبعا الكلام عن لو بريزون دو لانديكاتيف تعني الكلام عن واحد الزمن يعتبر من اكثر الازمنه استعمالا. هذاك الشيء علاش ملي تنقولوا لو بريزون يعني بدون ان نكمل لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني بمجرد اننا نقول لو بريزون غالبا يذهب الذهن الى لو بريزون دو لانديكاتيف. اذا غالبا ملي تنقولوا البريزون نقول مثلا لو فيرب اتر او بريزون، اذا المقصود لو بريزون دو لانديكاتيف. علاش؟ لانه اكثر الازمنه استعمالا. طبعا في الصرف ديال اتر في البريزون نقول ماذا؟ نقول جو سوي تويي. اذا عندما اقول جو سوي يعني انا كائنون، كما لو نقول انا كائن الان. عندما اقول مثلا جو سوي مالاد يعني انا مريض، انا كائن الان مريض. لنفرض اننا اخذنا هذا فعل اتر في الباسي، اخذناه في لامبارفي مثلا، يعني اننا صرفناه في الماضي. اذا سنقول ماذا؟ جيتي مالاد، يعني انني كنت مريضا. نفس الفعل يتغير لكن عندما نتكلم عن جو سوي مالاد يعني انا الان مريض. طبعا في اللغه العربيه ما تيبانش فعل كان في الحاضر، لكن في الفرنسيه هاد اتر تيبقى تيتغير مع الزمن. اذا نقول جو سوي تويي. اذا عندنا هاد ادي، ماشي ادي الايل او ديال ال او ديال اون، تويي. ثم عندنا ايلي. اذا عندما نتكلم عن هاد ا هادي او اس تي، اذا هادي تيجي معها إيل وتتجي معها آل وتتجي معها أون. إذن طبعا هناك فرق بين الضمائر. طبعا عندما نقول إلي فنحن نقول هو كائن أو هو باللغة العربية إلي مالاد، هو مريض. أو كما لو نقول إذا أردنا أن نترجم هذا فعل إتر، أو بمعنى آخر إذا أردنا أن نركز على دور إتر هنا، إذن سنقول هو كائن مريض، إلي مالاد. طبعا إلي مالاد يعني هي مريضة. أو نقول مثلا أوني مالاد يعني أن الناس مرضى، المقصود أن الناس مرضى. طبعا عندما نقول الناس مرضى فهذا لا يعني بأن كل الناس مرضى. إذا استعملنا إيل أفك آس أو آل أفك آس لنقول بأنهم هم مرضى وليس الناس مرضى. إذا هاد إيل أفاك آس أو آل أفاك آس تتستلزم نكونوا نعرفوا من هم هاد الأشخاص المرضى. هذاك الشيء علاش ما غنستعملوش إيل أفاك آس أو آل أفاك آس، بل غنستعملوا أون. إذا هاد أون تتجي في واحد المواضع كثيرة تتأديها، يعني ممكن أننا نقول إننا مرضى، المقصود أنني أنا مريض، ولكن أنا أقولها بصيغة الجمع مثلا. إذا في هذه الحالة ممكن أيضا أستعمل أون، نقول مثلا أوني مالاد
المقصود أننا مرضى. أحيانا هاد أن تأتي للدلالة على أحد الأشخاص، يعني شي واحد من الناس قام بواحد الفعل، إذا في هاد الحالة تجي هاد أن. إذا طبيعة الحال من حيث المعنى ديال أن أنه تعني هاد الأمور كلها، أنه تيجي يدل على أحد الناس أو على الناس أو أننا بكذا وكذا فعل. إذا هذا من حيث المعنى ديال أن. أما الصرف اللي غيجي من بعد أن تيجي بحاله بحال الصرف اللي تيجي من بعد إيل أو اللي تيجي من بعد آل بدون آس. إذا نقول إلي، نقول مثلا إلي، إذا نتكلم عن صرف أدخنا إلي، ثم معانو نقول نصوم نصوم، ثم فوزات فوزات، يعني أنتم كما نقول كائنون الآن. فوزات فوزات مالاد، أنتم مرضى الآن. فوزات أغو، أنتم فرحون الآن. إلسون إلسون، طبعا هناك إلسون ثم عندنا إلسون، يعني هم كائنون، هن كائنات بكذا وكذا حالة مثلا. إذن هذا لو فيرب إتر، الصرف ديالو في البريزون بهذا الشكل، نقول جو سوي، توي، إلي، أوني، إلي، نصوم، فوزات، إلسون. هذا الصرف ديال إتر. طبعا إتر بهذا الشكل هذا سواء في البريزون أو حتى في الأزمنة الأخرى ممكن أنه يتبع بمجموعة كلمات. إذن ممكن أنه يتبع باسم، ممكن أنه يتبع بأدجكتيف يعني بوصف، ممكن أنه يتبع بفعل إلى آخره. إذن سنرى أمثلة هنا تبين دور إتر. إذن نبدأ أولا بهالتمرين الأول، نربط كل ضمير مع صرف إتر. إذن غولي سو كي فا أنسومبل إي إكخي لي ريبونس أكوتي. إذن غولي سي لو فيرب غولي، سو كي فا أنسومبل الذي يذهب جماعة. ما معنى الذي يذهب جماعة؟ مثلا عندنا في المثال الذي أمامنا عندنا نو نو ثم الصوم، إذن هذه الكلمتين تذهبا جماعة، إذن أنهما يوافقان بعضهما بعضا، هذا هو المقصود. ما غنقولوش نو أي، أو نقول مثلا نو صون، أو نقول مثلا نو أت نو زيت، أو نقول مثلا نو سوي، أو نقول مثلا نو أي نو زي، إذن نقول نصوم. إذن هذا هو المتعارف عليه بالنسبة لأتخ ملي تيكون معانو، أنه تتكون عندنا صوم، يعني أن فعل أتخ تتغير إلى كلمة صوم. إذن نقول نصوم. إذن هذه الكلمات جوج تيمشيو مع بعضياتهم مجموعين. إذن هذا هو المقصود بغولي سوكيفا أنسومبل، يعني اربط الذي يذهب جماعة. طبعا حال الأنسومبل يعني المجموعة، مثلا الأستاذ يقول لك فوني أسيت أنسومبل، إذا تعالوا لهد المجموعة. ممكن نتكلم عن مجموعة أشخاص، ممكن نتكلم عن مجموعة أشياء. طبعا نتكلم مثلا في الأعداد عن لونسومبل أ، نتكلم مثلا في الأعداد عن لونسومبل أ المجموعة أ، أو بيان لونسومبل زاد يعني المجموعة زاد. طبعا عندما نتكلم عن لونسومبل تنقصد بها مجموعة من أشخاص أو من أشياء. إذن هنا عندنا سوكيفا أنسامبل الذي يذهب جماعة، إذن غولي سوكيفا أنسامبل إي إكخي ثم أكتب، عندنا لو فيرب إكخير، ماذا سنكتب؟ إي إكخي تي ريبونس أكوتي، ثم أكتب أجوبتك تي ريبونس أكوتي جانبه، أكوتي يعني جانبه. مثلا جو سوي أكوتي دو ليكول، يعني أنا بجانب المدرسة. إذن شوف هنا استعملنا أتخ، تنتكلم على رأسي أنا، أنا كائنون الآن بجانب المدرسة، جو سوي أكوتي دو ليكول. إذن عندنا نو طبعا ربطناها مع الصوم، لأن الصوم هي الكلمة المناسبة لأتخ مع نو في صرفه مع نو. ثم ننتقل إلى أون أون أون، طبعا قلنا بأن أون تعني أحد الناس، تعني أن الناس، تعني أننا. مثلا في بعض المرات تكون مثلا الكهرباء مقطوع، مثلا فقنا الصباح ولقينا الكهرباء أنه تم إصلاحه، من الذي أصلحه؟ طبعا نحن نعرف بأن المكلفون بهذا الأمر
هم الذين أصلحوه، لكن لا نعرف مثلا بالضبط من هم الأشخاص. إذن سنستعمل هذا أون لنقول بأنهم أصلحوا الكهرباء، لنقول بأنهم أصلحوا الكهرباء. إذن هاد أون تتلعب الدور أيضا لهذا المعنى. إذن ممكن أننا نقول مثلا أون ريباري لو بوست، يعني أنهم أصلحوا هذا المركز، يعني أنهم أصلحوا المركز مثلا مركز الكهرباء. أون ريباري لو بوست يعني أنهم أصلحوا المركز، بدل أننا نقول إل أ ريباري نقول أون ريباري، لأن الفعل تتصرف بحال موجود مع إل أو مع آل. ولكن ملي تنستعملو أون أنه تيعني لنا بأنه تم إصلاح هاد المركز. من الذي أصلحه؟ لا نعرف. من الذي أصلحه؟ طبعا المسؤولين أو المكلفين بهذا الأمر، لكننا لا نعلم بالضبط من الأشخاص. إذن فأتخ نقول أوني أوني، عندنا أون تيجي مع أو إس تي، ثم عندنا آل آل أفك أس. إذن ماذا سنقول؟ سنقول آل ألسون ألسون، ثم عندنا إيل بدون أس، إذا نقول إيلي بحال أون. يعني إيل أو أون تياخدو نفس الصرف ديال الفعل. إذا إيلي، ثم عندنا جو جو، الصرف ديالها في أتخ شنقولو جو سوي جو سوي. ثم عندنا تو تو، إذا الصرف اللي غيجي معاها من أتخ شناهو؟ توي توي توي، ماشي ادل او اس تي ولكن ادل او اس. اذا تي تجي مع او اس، نقول تي مثلا تي مالاد، تي جويو، تي اور، انت فرح. اذا تي تتعني انت او انتي، عكس ايل او ال. ايل تتعني هو، ال كما عندنا هنا تتعني هي. اذا الصرف تبقى نفسه بحال ايل، بحال مع ايل. اذا نقول الي نقول الي، إذا نقول أوني نقول إلي نقول ألي. يعني هاد أي تيجو معها الضمائر بثلاثة، إذا هاد أي تيجو معها الضمائر بثلاثة. ثم عندنا فو فو، إذا فو ماذا سنقول؟ فو زات فو زات فو زات. ثم عندنا إل أفك أس، إذا نقول إل سون إل سون، بحال بحال إل سون. إذا نتكلم عن إل أفك أس، ثم عندنا ال افيك اس تياخذوا نفس الصرف، لا ديال اتخ ولا غير اتخ. اذا النتيجه غتكون عندنا بالشكل التالي، كما نرى النتيجه عندنا بهذا الشكل. ثم عندنا كومبليت افيك ان برونو او اون فورم دي فيرب اتخ، كومبليت يعني اتيم افيك ان برونو، يعني بضمير افيك ان برونو او اون فورم، أو أنك تغير بشكل. طبعا الشكل اللي تياخده هاد الفعل avec أو une forme du verbe être، أو بشكل من فعل être. طبعا تكلمنا قبل قليل عن اي son som et sui اي، إذن هادو كلهم أشكال ديال فعل être، ولكن كل شكل تيجي مع ضمير. هادو كلهم أشكال ديال فعل être، لا يمكن لفعل آخر، لا يمكن لفعل آخر ولا حتى لإسمين أنه يأخذ هذه الأشكال. هادو خاصين بفعل أتخ، يعني أنهم تتحفظوا بهذا الشكل وتخصوا فعل أتخ خاصة في البريزون. إذن كومبليت افيك ان برونو او اون فورم دو فيرب أتخ، إذن أتيم بضمير، يا إما غيحطوا لك الشكل ديال أتخ وتيقول لك شنو هو الضمير اللي غيجي معاه، يا إما غيحطوا لك الضمير ويقول لك شنو هو الشكل ديال اتخ اللي غيجي معاه. اذا هذا هو المطلوب هنا، كومبليت افيك ان برونو او ان فورم دو فيرب اتخ، اذا اكمل بضمير، في هذه الحاله غيكونوا حطوا لك الشكل ديال الفعل اتخ، او ان فورم او انك تكمل بشكلين او ان فورم دو فيرب اتخ، او تكمل بشكلين من اتخ، المقصود انهم غيحطوا لك الضمير. اذا غنشوفوا هنا، عندنا مثلا في الخانه الاولى على اليسار عندنا او اس تي، عندنا اي اي، ما هو الضمير الذي يمكن ان نضعه هنا؟ اذا سنضع ايل او اون او ال. اذا سنضع ايل بدون اس او اون او ال بدون اس. ثم عندنا اون، ثم عندنا اون
اذا ماذا سنضع؟ اذا طبعا سنضع او اس تي، سنضع اي، لان او اس تي كما قلنا تجي مع اون تجي مع ايل بدون اس، تجي مع ال بدون اس. ثم عندنا صوم، صوم، اذا ماذا سنضع هنا؟ اذا طبعا سنضع نو، نقول نو صوم، نو صوم، نحن كائنون. ثم عندنا تي، ماذا سنضع؟ سنضع تي اي او اس، سنضع او اس تي اي. ثم عندنا سوي، سوي، ماذا سنقول؟ سنقول جو سوي، جو سوي، يعني انا كائن او انا بصفه عامه. اذا ثم عندنا ايل افيك اس، ايل افيك اس، يعني ايل معها اس. اذا ماذا سنقول؟ سنقول إيلسون وليس إيلزون، هذيك إيلزون أو إن تي هذيك ديال أفواغ، هذي غنشوفها من بعد. إذا نقول إيلسون. ثم عندنا آت، آت، إذا بهذا الشكل هذا، إذا هذا شكل من أشكال فعل آتخ لكنه تيجي مع واحد الضمير خاص به. إذا نقول فوزات، فوزات. ثم عندنا فو، طبعا سنكتب آت، فوزات، إذا هاد آت سنكتبها أيضا هنا. ثم عندنا جو، إذا طبعا سنقول جو سوي كما رأينا قبلا، جو سوي. ثم عندنا نو، نو، إذا سنضع نو صوم، نو صوم. ثم عندنا صون، سنكتب ماذا؟ إذا سنكتب إيل صون أو بيان آل صون بآس. سنضع يا إما إيل أفيك آس أو ال افيك اس، إذا تتجي معها هاد الصون، طبعا توافقها هاد الصون. ثم عندنا او اس، إذا سنقول، إذا سنكتب تي، لأن او اس، لأن او اس ديال اتخ ما تيجي معها إلا تي، أنت أو أنتي، تي اي، يعني أنتي أو أنت كائن. إذا الأجوبة ستكون بالشكل التالي، كما نرى الأجوبة ستكون بهذا الشكل، النتيجة ستكون بهذا الشكل. نستأنف في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.